echipa națională a Siriei are un parcurs extraordinar în preliminariile pentru campionatul mondial din Qatar, da? Cu siguranță numele de Hagi este cunoscut. Foarte mulți au spus, domne, la FC Botoșani a venit Hagi al Siriei. E o comparație care îl îndatorează în vreun fel? المنتخب وضع تاني يعني منتخب عم نحاول قد ما فينا حتى نوصل للحلم اللي بدنا اياه يعني انت بتعرف سوريا ولا مره واصله لكاس العالم بس هلا هذا الشيء عم يعطينا اصرار لحتى نوصل لكاس العالم هلا نحن متصدرين مجموعتنا بالمنتخب وفزنا بكل المباريات اللي لعبناها بالتصفيات الاولى يعني وهذا الشيء عم يعطينا دافع اكثر حتى نوصل للقسم الثاني ويكون هذا الشيء بالنسبه لنا عمل اكبر لحتى نقدر نفوز على الفرق الكبيره باسيا مثل الصين مثل اليابان كوريا بالنسبه كومباراتيا كو هاجي انا لسه ما عملت شيء يعني بالنسبه لي هاي بدايه بالنسبه لي هو ليش قصدي انت اون ان تشيب السنوات الجايه بالعكس فخر كبير اني شيء قصدي اوصل للشيء اللي عمله الكابتن حجي وانا هذا التحدي وبالنسبه لي حلم اني اوصل للشيء الاكبر